صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا واحدة ما نشوف الله يساعدك
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. الحمد لله وحده وأفضل. تلاوة من القرآن الحكيم يتلوها علينا الأخ أبو علي. دكتور أبو علي، تفضل. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We will start our program tonight with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يسود دار أهل البيت عليهم السلام بالترحيب بالسادة الاعلام
والضيوف الكرام والإخوة والأخوات إلى حفلنا لهذه الليلة المباركة بمناسبة ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه وبافتتاح هذا الدار. Dar Ahlulbayt alayhim salam is delighted to welcome their eminence, the ulama, our guests, and all brothers and sisters to this grand occasion of the birth of Imam Mahdi, ajalallah faraja, and the opening of this dar. Our program will continue, inshallah, until 8:30. The program will be conducted in different languages. We'll try to convey the message in English as much as we can. If the speech is in a language that you don't understand, we would request you to listen to the speech, please. Our first in the program is a welcoming speech in Arabic by Sheikh Abu Sajjad, hafizahullah, the Sheikh of this place. إخواني وأخواتي نبدأ البرنامج بكلمة الترحيب لسماحة الشيخ أبو سجاد فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في مثل هذه الليلة المباركة الليلة الرابعة لميلاد الإمام الحجة المصطفى أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه وليلة الافتتاح الرسمي لدار أهل البيت لا يسعني إلا أن أعرف عن ترحيبي وشكري الشديدين لكل ضيوف الكرام الذين تجشموا عناء السفر وجاءوا إلينا إلى هذا المكان المبارك بالخصوص سادتي العلماء الاعلام ولا سيما سماحة السيد المجاهد آية الله السيد محمد باقر الحكيم حفظه الله تعالى والوفد الذي برفقته من السادة الأفاضل. كما أرحب بسماحة العلامة الشيخ العالمي الذي نزاحمه للمرة الثانية للحضور إلى مدينة ليدز ونرحب بكل الضيوف الكرام من أينما حلوا فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحقا أن أقول لقد زينتم مجلسنا وزدتم في سرورنا بحضوركم المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المشاركات وهذه الزيارات وبمناسبة الافتتاح لدار أهل البيت أتحدث عن بعض الأمور بصورة مختصرة جداً لأفسح المجال للسادة العلماء الأفاضل. الأمر الأول أقول بأن هذه الدار هي لكل الأخوة المسلمين المتواجدين في مدينة ليدز وبراكفورد وضواحيهما سواء كانوا شيعة أو سنة يحق لهم أن يستفيدوا من هذه الدار ونفتح لهم قلوبنا وأوجه دعوة خاصة إلى أخوة الأعزاء من أبناء السنة ليشاركوننا في برامجنا في هذه الدار وأقول لهم بأن الذي يجمع بيننا أكثر من الذي يفرق وكما قال أحد العلماء الأفاضل من أبناء السنة إن الخلاف الذي بيننا وبين الشيعة
لم يكن خلافاً في وصول العقائد، وإنما هو خلاف في الفروع. والخلاف في الفروع بين الشيعة والسنة كالخلاف بين السنة أنفسهم، وهذا لا يستدعي أن يكفر أحدنا الآخر، ولا يستدعي أن يبيح أحدنا دماء الطرف الآخر. الأمر الثاني الذي أؤكد عليه بأن هذه الدار لم تتبنى مرجع دون مرجع، وإنما هي مع وإلى كل المراجع، وتحترم وتقدس غاية التقديس كل المراجع العظام. والأمر الأخير بأن هذه الدار قد أسست من قبل اثنين من المؤمنين المحسنين، أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالهم وأن ينفعهم به يوم لقائه، ونعم العمل المبارك. الواقع يغبطون على هكذا عمل، فقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله قوله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أحسنتم. Brothers and sisters, our next speech would be in English, and it would be for the opening of this place. I would call upon my brother Abu Zaid to come forward. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الله صل على محمد وعلى محمد. Dear distinguished alims, dear distinguished guests, dear brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On the behalf of Dar Ahlulbayt alayhim salam, I am most privileged to welcome you as well as thank you for being here this evening to share in our celebrations, to celebrate the birth of Imam Mahdi alayhi salam, may Allah hasten his appearance, and to celebrate the official opening of this building as the new Dar Ahlulbayt in Leeds. Allah subhanahu wa ta'ala said in His Holy Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the merciful, the beneficent, in houses which Allah has permitted to be exalted, and that His name may be remembered in them, there glorify Him, men whom neither merchandise nor selling diverts them from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and the keeping up of prayer and the giving of poor rate. They fear a day in which the hearts and eyes shall turn about. Sadaqallahu al-Azim. In the early 80s, Dar Ahlulbayt in Leeds was initiated by a small group of devout Muslims who gathered together to
to read and study the Quran. These gatherings were extended to include the study of fiqh, the Islamic laws, and celebrating the important occasions throughout the Muslim calendar. Through the years, the meetings were attended by ever more increasing numbers of brothers and sisters. Hence, the need for larger premises became imperative. Finally, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the central venue was acquired last year. It is our prime intention to fully utilize this place to propagate Islam throughout the surrounding communities. To achieve this, we already hold a weekly Arabic Sunday program, a weekly Persian Thursday program, and a monthly English program, which we hope to hold once every 2 weeks very soon. The building will also be open for the daily prayers in due course, inshallah. The purpose of these meetings and any future programs to be held in this venue is to widen the Islamic knowledge among all the brothers and sisters and aim to build in them the Muslim personality as Allah subhanahu wa ta'ala described it in the Holy Quran and as the Prophet sallallahu alayhi wa alihi promoted through his traditions and as Ahlul Bayt alayhim salam promoted through their conduct. Our second main objective in this center is to promote the Ahlul Bayt alayhim salam school of thought among all the Muslims of this area, especially the brothers and sisters from other major sects, to give them the chance to hear the truth about this important school of thought from the right sources and not through books which have been written and distributed by harmful writers whose only objective is to widen the gap between the Muslims in a time when they dearly need to be united against their enemies. May I take this opportunity to invite my Muslim brothers and sisters from other sects to join us in our published programs in the future. And I would also like to invite them to consider reading some of the good titled books, which we shall have on sale and for lending in our extensive library. A library which shall have books written by very well-known Muslim philosophers and well-knowledgeable scholars, such as the late Ayatollah Sayyid Shaheed Muhammad Baqer al-Sadr. May Allah be pleased with him. Finally, I would like to confirm that we seek success through the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and through the collective help of other Muslim establishments and Muslim scholars who are in a position to assist us with their knowledge. Last but not least, may I ask you all to make a sincere call to Allah subhanahu wa ta'ala to unite the Muslims on the right path, inshallah, and to accept our work. Allahumma ja'al kalimat al-muslimina ala al-haq وَوَفِّقْنَا اللَّهُمَّ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعُ الْمُجِيبُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْأَمِينِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ Next topic in our program is a speech by a known alim in the UK. We had the privilege of having him before in this dar, and we are very glad to have him again. He is Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sheikh al-Alami, the head of the Majma, the Islamic Majma, in London. إخواني وأخواتي معنا الشيخ
حجة الإسلام والمسلمين الشيخ العالمي رئيس المجمع الإسلامي العالمي في لندن نوحد به مرة أخرى لحضوره مجلسنا هذا فليتفضل مشكورا. صلوا على محمد وآل محمد. سيما أشرفهم وأفضلهم سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين. قال الله تبارك وتقدس في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. قبل الحديث لا بد من الإقرار عن الشكر الجزيل والثناء الجميل لله تبارك وتقدس الذي رفعني لزيارة الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات في مدينة ليدز ضمن مناسبة مباركة غالية عامة ميلاد الإمام الحجة الإمام المنتظر وكذا مناسبة أخرى مباركة تتمثل في افتتاح هذا المركز الإسلامي دار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. راجيا من العلي القدير أن يوفق العاملين فيه ويجعل منه محطة جديدة الانقلاب في مسيرة حركة الرسالة فخط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا شك في أن الاتجاه إلى تأسيس هذه المراكز أو إنشاء هذه المنتديات التبليغية والتحمس في تطويرها وتنميتها العمل الخفيف على عمرانها وتقويتها إنما يعبر بنحو واضح بين عن الشعور بالمسؤولية الدينية الرسالية بل المسؤولية الاجتماعية التاريخية نحو أبناء الجيل الجديد ونحو الجماعة الإسلامية عموما سعيا لحمايتها وصيانتها من الشر الثغرات الأجنبية وحفظها من الضلالات والبدع والانحرافات من خلال تأسيس مثل هذه المراكز بدرع حسين مادته الأساسية قرص الغيرة الإسلامية الصالحة في النفوس وتعزيز الروح الإيمانية وتوثيق الروابط على مختلف مستوياتها بخط أهل بيت العصمة والنور وإشاعة المعايير والزوابط السليمة والأخلاق الفاضلة
الرفيعة في شتى أطراف المجتمعات الإسلامية المتواجدة في هذه الديار. ومما لا شك فيه أيضا أن هذه الحركة بمجملها وتلك المفردات كلها إنما تتلخص في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يصنع بها المؤمنون الرساليون العاملون في هذه المراكز المختلفة. وهو أمر يعبر عن التعامل الإيجابي الفعال مع التعاليم القرآنية الشريفة ويكشف مقدار الطاعة الخلاقة لأوامر الله تبارك وتقدس التي وردت في كثير من نصوص الكتاب العزيز تدعو إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل النص على هذه المسألة في موارد مختلفة والتأكيد عليها يكشف مقدار أهميتها، كيف لا، والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفردات تتحرك في إطار البناء الصالح للأمم تساهم في عملية ترشيدها وتكاملها وتحذيرها وتزكيتها، كما جاءت الروايات الكثيرة بالنسبة لهذا الموضوع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فقد روي عن إمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تقام بها الفرائض. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمل الآب وتنتصف من الأعداء ويستقيم الأمن. ويبدو واضحا من هذه الرواية مقدار أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحجم هذه الفريضة الإلهية وأثرها الكبير داخل المجتمع في مختلف أبعاده. فبهذه الفريضة تقام بقية الفرائض، فبها تحفظ الحقوق للضعفاء، يقام العدل والإنصاف، يدفع الظلم والباطل، فتبرأ شرور الاستكبار والتسلط، وتصانع حركة المجتمع الصالح الماضي في طريق التكامل والنمو السليم والاستقرار والأمن. فإذا كانت الآية الشريفة التي صدرت بها حديثي المتوازنة تشير إلى جماعة معينة أو تحدد جماعة خاصة تقوم بهذه المهمة العظيمة، فإنما ذلك ينسجم مع طبيعة توفر الشروط الموضوعية في من يستعد هذا الأمر الخطير الحساس ذي لابد من صلاحيته وقدرته وتوفر العوامل اللازمة فيه واكتمال العناصر الأساسية في شخصيته. إن تأسيسه مثل هذه المراكز والمواقع التبليغية إنما يعكس الاستجابة العملية لمدلول الآية الشريفة والرد الإيجابي البناء لإجراء هذه الفريضة الكبرى. وإننا على يقين تام بأن الانسجام مع حتى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وانتهاج طريقهم المشرق الوضاء والتوسل بهم إلى الله تبارك وتقدس سيشكل الضمانة الحقيقية لنجاح المهمة ببلوغ الأهداف السامية وتحقيق المقاصد العالية التي تأسست هذه المراكز من أجلها. ولعل من بين أجمل الزينة التي يتزين بها هذه المراكز هذا المركز المبارك هو هذه التسمية الجميلة
المسمى بدار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهو دار الرحمة والكرم والاستقامة والنور والبركة. أدعو الله تبارك وتقدس أن يوفق العاملين في هذه الدار الصالح، وأسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا شرف العمل في طريق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من المنتظرين الإيجابيين لظهور إمامنا الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، فمن أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وفي الختام أشكركم جميعا على دعوتكم الطيبة، لا سيما الأخ العزيز حجة الإسلام الشيخ أبو سجار حفظه الله تبارك وتقدس، ووفقه لخدمة الإسلام وطريقه اللاحق المشرق. ظاهرا بناس من یه چند کلمه هم فارسی صحبت بکنم و یک چند دقیقه بسیار مختصر، ضمن این که من تشکر میکنم از همه برادران بزرگوار ایمانی و خواهران به بالاخص متصدیان امور و کسانی که این بنا رو ترتیب دادن، به بالاخص برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابو سجاد بود. اقول قولی هذا و الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. احسنت. نشكر حجة الإسلام والمسلمين الشيخ العالمي على كلمته القيمة. الفقرة الآتية في برنامجنا لهذه الليلة هي كلمة للأستاذ شمس كناني، عضو إدارة المركز الإسلامي للخوجة المسمى بمحفل علي في لندن. ستكون كلمة بالإنجليزي. We'd like to welcome our brother شمس كناني from محفل علي in London. محفل علي, which has been a place important in London in the propagation of the Islamic thought for the last 25 years. Can I call Brother Shams to come forward to deliver his speech? اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد خطه كما يستحقه حمدا كثيرا. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على رحمة
I begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, and I started my khutbah with the dua of Ali ibn Hussein, Imam Sajjad Zain al-Abidin alayhi salam, in which he says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, all praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, because praise is his right, and because he deserves praise, and he deserves abundant of it. And then I went on sending, I started the ayah of Surah Ahzab, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allaha without doubt, I and my angels, we send together salutations to this prophet. And he has used the word Nabi, not even Rasul, because our prophet has said that I was Nabi when Adam alayhi salam was in between the making. I'm repeating, I know my brothers and sisters that you are all aware of this, but I'm worried about the future generation for whom this center has been built. Therefore, I'm going slightly in detail because they just hear this ayah. This ayah is from Surah Ahzab, in which Allah subhanahu wa ta'ala and his angels are party and they say, we, without doubt, send salutations to this prophet and all those who believe, we ask you to invoke divine blessing and send a blessing that is befitting to this Nabi. And then this is why the Muslims reply by sending the salutations. This is one ibadah, one, only wahid ibadah, in the whole of whatever ibadah you can see, in your salah, in your sawm, in your zakat, Allah subhanahu wa ta'ala never says that I am sharif. I, with my angels, am a party to this ibadah. This is only one ibadah when you send salutations to Muhammad wa ala Muhammad, that's when Allah subhanahu wa ta'ala and angels are together in this ibadah. And then I send the salutations by taking the Quranic names. We are only here, our children only know the name Muhammad only. He has been, Allah subhanahu wa ta'ala has addressed Muhammad as Yasin, as Taha, as Taseen, as Musammil, as Mutassir, as Rahmatulil Alameen. So when you do that, you are adding another ibadah by recitation of the Quran in your salawat. This is the teaching we have to go forward with our children. This is the mazhab of Ahlul Bayt. My sisters and brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My initial speech has been curtailed to 15 minutes and I'll try to be within that. I am very honored to be in the presence of the eminent ulama here, especially Ayatullah Sayyid Muhammad al-Baqir al-Hakim. I had the privilege of meeting his father almost 25 years ago. Just before he died, just before he passed away, I went to see him in his hospital when he was ill. And he gave me, at that time as a student, he gave me an audience of almost 1 hour in which I asked him all the questions. In the end, I asked him, I said, that Sayyidina, how come that you are so bestowed with these bounties of Allah subhanahu wa ta'ala and now Islam is universal? Why don't you include English as in the syllabus in your houses? He looked at me and he said to me, my son, my life is very advanced. If Allah subhanahu wa ta'ala gives me long life, I promise you, I will include this in the syllabus. But what about you? You are young, you are studying here. Why don't you learn the language of Islam, the language of Quran? This was his message. And I wish I would have followed it today. Because at that time we came into this country here, we thought we were here for a temporary period. We came here as students from East Africa. We thought we'd be going back home after 5 years. And then the expulsion of the Asians from Uganda, we had to make this as our home. This is our home now. The same thing happened with our brothers from Iraq and Middle East. They were persecuted, they ran away. They ran away from all these okay, sort of atrocities of Saddam. May Allah curse him until the day of Qiyamah. They came here, they did not know that they were going to stay here for good as well. We did not have a program to teach our children. But now we are here to stay. Now English should be the language so that our children, so that we don't lose a generation. I'm not saying Arabic. Arabic is part and parcel. Arabic must be taught in our madrasas, in our schools, Arabic. But
the local language, the lingua franca of this country happens to be English. The lingua franca of the world today is English. And alhamdulillah, with the advent of the Islamic revolution today, that we have experienced, that so many of us have steadfastly remained on Islam and particularly on the Mazhab of Ahlulbayt, is because we should give a complete tribute to Imam Khomeini. May Allah subhanahu wa ta'ala give him the status with Ahlulbayt. This, we have to teach our children in English, and this is why even the message, if I can repeat, even the message of Islam, even the first revelation to our Prophet was Iqra, read. And there are so many books after the advent of the Islamic revolution that, before I go further, because I just heard that there's going to be a library as well, I am committing myself publicly on behalf of Mehfil Ali, we are going to donate 100 titles by the correct, true authors, as I can just give assurance to our brother, Safa Ali, they will be vetted. These all titles have been vetted by us. We have read these books. We will contribute 100 titles minimum in English. We will also donate some more books in Arabic and Farsi as well. But 100 titles in English is my contribution that I am sort of pledging today at the opening of this center. Secondly, I have been told to speak something about our Imam Hujjah. How do we prepare ourselves? How do we prepare our children? The concept of Mahdi is no longer an idea. It's no longer a concept. Mahdi is already born. Mahdi has been born centuries ago. Mahdi is here with us. Mahdi is witnessing our acts. Mahdi is from Ahlulbayt. And Mahdi is going to fight, and he is going to fight and take vengeance of Ahlulbayt, khusus and in particular the vengeance of Imam Hussein alayhi salam. This we have to put in our mind, but how do we prepare ourselves? To prepare ourselves, we have to be aware. This center has to be used in a way that we bring in our people, all Muslims together, not divide them. But having said that, within the precincts of this world, this is the Dar of Ahlulbayt. You make sure that you teach your children the true history about Ahlulbayt. You teach them how the rites of Ahlulbayt were served as soon as the Prophet passed away from this life, you see. You have to teach our children what happened, why Fatima al-Zahra had to go and fight for Falak. She was not after just a little piece of garden. She is Sayyidat al-Nisa al-Alamin. She did not need that garden, but she went there to teach us that jihad is wajib. When there is an attack on your life, when there is an attack on your izzah, when there is an attack on your mal, on your wealth, you see, Islam makes it wajib on you to go and fight for it. Fatima al-Zahra was fighting for the right, for the wealth, or for the gift that her father had given her in his lifetime. And she was fighting for the rights of her children, for the sadat, the same right that we take away from them today. If we all paid our zakat and we paid our khums today, the people especially, I will just devote 3 or 4 minutes towards the end of that for the people of Iraq today who are the forgotten people. We have to teach our children why Fatima al-Zahra went. We have to teach what ibadah she just did, the zikr of 22 ibadah in which she did the zikr of tawalla and tabarra, to love Ahlulbayt and to hate the enemies of Ahlulbayt. In that she proclaimed the right of Imam Ali. She gave the shahada that I give shahada that Ali is the Imam, is the Khalifa after my father. This is what we have to teach our children. We have to teach our children what happened, how Zainab sacrificed. We cannot forget Zainab. Here, we just mourn. Even when it comes to Al-Fazl Abbas and Imam Sajjad, you see, I'm sort of birthdays, we celebrate in a grand manner. I'm sure they must be laughing at us, saying that this was the Mu'azzima, this was Alimu, this was the Alima, Ghayr Mu'allima. Without her, the message, the revolution of Imam Hussein would not have reached us, and today you and I would not have been Muslims had it not been because of Zainab binti Ali Amir al-Mu'mineen. This we cannot compromise. This is the center of Ahlulbayt. We have to teach our children here the true history, but with compromise. And my brother said that Ahlulbayt, Mazhab of Ahlulbayt, is an important part of the fast. No, my
brother, it's not an important part. It is the original mashab. That is the mashab that comes. We are the fundamentalists. Yes, I'm proud to say we are the fundamentalists because our religion comes from the house of Muhammad. It comes from Ahlulbayt. It is not an important school of thought. It is the original school of thought. The other ones have come after that. Other ones have joined the bandwagon. So we must not forget that either. I must remind you, this is Dar Ahlulbayt. But we invite all schools of thought. Our job is to give the status to teach about Ahlulbayt and let them decide. Let them decide. Say, this is the status of Ahlulbayt. This is what happened. Give them the true history, whether they accept it or not. We have got no problem with that. They have problems. But we must unite. We have to fight together. We cannot be seen that the Muslim Ummah is divided today. One last thing. When you become aware, our Prophet ﷺ has said that any Muslim who gets up in the morning and who does not consider about Umur al-Muslimin, he is not concerned about the affairs of the Muslim, is not from my Ummah. When you come to this dark, you make a point that when I come here, each week I come here, I see a new face. I say, brother, my name is Shams Kanani. What is yours? You shake hands with you. You would just meet him, whether he's a Pakistani, a Kuwaiti, or a Bahraini, or whoever he is. Just shake hands with him. Introduce yourself. Maybe he has got some problems. You see, help each other. Imam Jafar Sadiq alayhi salam said that there are somebody asking how many rights has a mu'min towards another mu'min. He says, altogether, there are 7 rights. 2 are to do with this world. 1 is to do in between when a mu'min is ill. And 2 are here for the life hereafter, you see. And 2 with the living life, with the living people is, you must have the love for your mu'min brother. You must have izzah in your respect, in your eyes. That's number 1. Number 2, you must help each other with your wealth. You see, this is why this idara, when we say, to establish idara is very easy. Very easy. But to maintain it, to continue it in the spirit in which it was established. May Allah subhanahu wa ta'ala grant long life and give more wealth to those brothers who have contributed here and make this more sentence like that. But maintenance and to continue the propagation of Islam in the right way, in the right spirit, that is the problem. Because we have seen in history, we have seen it all around the land what has happened, even what has happened with our a'immas as well. Having said that, the other thing is, in order to fight our enemy, don't think that, oh, you are getting all the freedom in the Western world. I've been here for a quarter of a century. I know how these people move. I know how they act, you see, against us. Don't think that because they have given you the freedom in these 4 walls that you are not monitored. They are not monitoring what you are doing here. But we have to consider this as the period of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. We have to consider that and try to prepare our children to face for tomorrow. Yeah, alhamdulillah, I'm sure you are all muttaqi, you are all on Salat al-Mustaqim. We are worried about our children. This is why we are establishing this sort of centers. Having said that, we have to know the weapons of the enemies, what the enemies are planning for us. When I say read, yes, read about Islam. Read about the Mazhab of Ahlulbayt, but at the same time, read what they are thinking about us as well. And for that respect, I said to you a minimum of 100 books on Islam, but on top of that, we are going to contribute to you books like this, written by their authors, written by ex-CIA of it. If I show you this book, if you open just the preface at the back, and if you look under the name of Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah and Imam Khomeini, you will get pages and pages here saying how they tried to destroy these personalities, and how they themselves are admitting that these 2 ulama, especially Mohammed Hussein Fadlallah, they tried to corrupt him and buy him. He was not bought. We must not forget these ulama who come here. We take it very lightly. We don't know that since the time of Imam Hujjah has gone into Ghaibah the Kubra, how the ulama have given their blood, how the religion has reached to us here. These are not our servants. These are the people who are to be respected in the society. These are the people who are going to teach and make and keep us on Surat al-Mustaqim. But we have got no respect for this ulama. Having said that, do not forget the hadith of our Prophet again, of Thakalan, when he says that Ahlulbayt only is not going to lead you on Sirat al-Mustaqim. With Ahlulbayt, you need Quran. You need Quran as well.
So I was glad when my brother said that, yes, the reading of the Quran, the analysis of the Quran will be carried. Alhamdulillah, this will be carried on. 2 more minutes, brother, please. I talked about Umur al-Muslimin. I'm sorry to go like this because I'm against time. As I said, it has been curtailed by 50%. I'll try to do as much as I can. The last thing is, Imam Jafar Sadiq has said that kullu ardi Karbala, kullu yawmi Ashura. What he meant by that was, today when you refer to that name, I was talking to my brother just now coming in the car. I said, don't refer him as Saddam Hussein as well. Don't spoil the name of Hussein. Call him Saddam only and curse him straight away when you take his name. You see, these people in Iraq are forgotten today. We have just come back from Iraq, few brothers went there, they've just come back last week. They took carts and carts full of bread outside the haram of Imam Hussein al-Islam. They told me there was a stampede for bread. There was stampede. What are we doing here? How many bread are we wasting here? We have now closed the chapter of Iraq because Saddam has stopped his atrocities against the West. No publicity is given, and so we forget and close the chapter on our brothers and sisters in Iraq. Do you know what is going to happen? We sit here time after time in the month of Muharram. We just think, how did the people of Ahl al-Kufa, they were just blind when Bibi Zainab gave a khutbah, they couldn't see. We are the same, we are Ahl al-Kufa today. What is happening in Iraq, that is Karbala, that is actually happening in Karbala. Those are the people, those are the daughters of Zainab. They are being paraded in news. Just to give you one example, when the assassination of Sayyid Muhammad Taqi al-Khui and Sayyid Khalid, you know, Sayyid Khalid's son was reported to us, I was present there when a little boy rings his uncle here, you know, sort of boxing Khalid, and he's telling him, uncle, do you know there is no man left in our family in Iraq now? Do you realize this? That the old women, old Sadat, all the daughters of Bibi Zainab, have you ever reflected what is happening in Iraq? I know there are problems in Kashmir, there are problems in Bosnia, there are problems in Chechnya, yes, but this is one problem where a Muslim is in great, the Yazid of the time is doing what happened there, but we forget. We are indifferent. Our position, I'm sorry to say, my sisters and brothers, we keep on saying we just recite Ziyad al-Wahrasa, we just recite Ziyad al-Ashra and say to our Imam that had we been there, we would have been there. No, Imam is showing us today. What are you doing today? Please, don't forget our brothers and sisters in Iraq. I beg you, if you can't do anything, at least recite dua for them every morning. To change their circumstances. And don't think, the other book that I was going to show is, don't think, please. The reason I'm asking you to read this book is you know how dirty these people are, and the worst enemies of Islam are the Western countries. Do you think Saddam would have survived this war? Who has kept Saddam where he is today? The people here. They have kept him going. Who do you think anchored Saddam? Was Iraq a problem? Was Saddam a problem? No, the problem was Kuwait. Kuwait was getting too powerful for them. The economy was dwindling. So in order to destroy that, they finished Kuwait. And what happens? We Muslims. I was in Kuwait at the time, and I was shocked to read what I read in the papers. Headlines, George Bush is arriving there. You know what the Arab papers and the editors are saying? They are saying, Ya George Bush, no Arab womb has produced a son like you. The Arabs were so blind, they forgot their own prophet, Rahmatullahi Alameen, for this filth here, who destroyed them. Are we so blind? So this is why we have to know what the enemy is thinking. We have to read their material as well. We have to prepare our children. When Imam Hujjah comes, he will have no room in his army for 3 types of Muslims. One, who are jahil, who are ignorant. I don't mean ignorance in just in ill. Siyasa, politics and deen go hand in hand in Islam. I'm not talking about the politics of who should be the merger today. Oh, he is very learned. Who are we to tell who should be the merger tomorrow or something? Not that politics. Politics where you live. Secondly, is the people who are naive. Naive. Imam has got no room for us. And third are those people who are complacent. And these are the munafiq. So we'll have no room. Let's please wake up. Let's prepare our children. Let's use this idara and let
not this idara be just for Thursday and Friday prayers, my brother. Let this idara be a center for learning. Bring in more ulamas here. You will get as much money what you want, you will get here. Bring ulamas here, not one, not two, in every field. Make this, what was Qum at the turn of the century? Ask ulamas here. Qum was a deserted place even at the beginning of the century. Look at the Qum. And one of the signs of Imam Hujjah to come is, he said, I will come when Qum will be thronged by people and ulama. We can make Qum anywhere. We can make a replica of Qum. There's no hard and fast rule that we can't do. Let this place not just be used for one day or 2 days. Use this place as much as you can. If you need help, we are brothers. Exchange your views. Try to keep in touch with all your brothers, you see, all over the UK. Ahsan, and may Allah subhanahu wa ta'ala. I am only praying for Allah subhanahu wa ta'ala today through the medium of Yabna Zahra. I did not call him Imam Zaman or Hujjah or something. Because there is one title that when you refer our Imam, living Imam, he himself cannot stand, he starts crying. And that is when you refer him as Yabna Zahra. He answers, tell him assalamu alaykum Yabna Zahra, adrikni, and khususan, please come and help our those people. Today I'm just earmarking this dua for our brothers and sisters in the Ardh Iraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm sorry. We thank Brother Kanani for his speech. We have now some poetry in Arabic. فقراتنا الأخرى في برنامج هذه الليلة هي موشحات يلقيها على أسماعنا الأخ الكريم السيد أبو أمير فليتفضل مشكورا صلوا على محمد وآل محمد أفضل الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا مولد المهدي كنت ولم تزل للطيبات الخالدات منارا أشرق على الحفل المبارك وضاءة
فرحتان نسجت خيوط ولائها نسجت خيوط ولائها في دينها
الله قد رضي الإسلام دينا هدى الله قد رضي الإسلام دينا هدى للعالمين للعالمين فلا شرك ولا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا
حسن شع بدرة جنو انس محتفلين بالمولود فرحانين ان ولد خاتم المعصومين وبروضة محبتهم زهور الفرح منثورة. على محمد وآل محمد. الله على محمد وآل محمد. قلبي وقلب كل مؤمن اليوم انكتبت آماله من سامر هذا النور الساق العرش يتعالى وبنغمة فرح يا احباب صلوا على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاطفة نسم بلواح الفرح يرسم وثغر الدهر نتبسم بمولود العرش فرحان دين النبي ودستوره. خامس عشر من شعبان أشرق نور على الأمة مصدر فخر إشعاعها بيه الخير والنعمة هالأنوار قدسية من رب السماء رحمة نورا أشرق علينا هالأنوار تهدينا ترشدنا وتدلينا وبحب النبي وآله بيها قلوب معمورة. القصيدة أمد إيدي إلك ويديك قبلها يا قائد الثورة ويا ممثلها يا قائد الثورة إلك بايعناك قائد للمسيرة وعلى العهد وياك سيروا إحنا بالأرواح نتفداك
واحنا جدود للرايات نحملها. حياك الله. أمد إيدي إلك ويديك قبلها يا قائد الثورة ويا ممثلها. يا قائد الثورة إلك بايعناك، قائد للمسيرة وعلى العهد وياك. سيروا إحنا بالأرواح نتفداك، وإحنا جنود للرايات نحملها. إحنا جنود قادة ثورة العشرين، والتاريخ يشهد للعراقيين. احنا عضلوا ما غمضت لنا العين، وجنود الرساله من يماثلها. احنا راح نشارككم يا ابو جعفر، احنا راح نشارككم يا ابو صادق. وبجفك علمنا يرفرف وخافق، وشعبنا بيه اصبح مؤمن وواثق. كبار صغار للثورة نواصلها. يوم الموزمة جنود كنا نصير، نتسلح بإيمان وعقيدة نسير. لأرض الوطن خط الفتح والتحرير، وزلمنا بالشدة تعرف مراجلها. للمجلس تهاني وصوت بالتأييد، للموت احنا وياكم وايد بايد. صوت الله اكبر رددوا ترديد، والرئيس المجلس بايعت كلها. هذه البيعه مو بس لفظه من لسان، هذه البيعه عن تفكير عن ايمان. ونوقع عهدنا من ذم الشريان، بيعه وبضمايرنا نسجلها. هالبيعه نسجلها بحروف الدم، مهما عمل طاغي، مهما عمل طاغي العصر ما نهدم. صرح الطاغيه بهمتنا يتهدم، وصفحات الكرامه بدمنا نغسلها. ان ارواح للتقديس ملهوفه، والمهدي الحكيم ودار منعوفه. ونصرنا بصفحة العز نكتب حروفه، وهاي الشدة نعبر كل مراحلها. النرواح للتقديس ملهوفة، والمهدي الحكيم ودار منعوفة. والنصر النرواح للتقديس ملهوفة، والمهدي الحكيم ودار منعوفة. ونصرنا بصفحة العز نكتب حروفه، وهاي الشدة نعبر كل مراحلها. هاي المرحلة تنزال يا القائد، هاي المرحلة تنزال يا القائد. واحنا وياك بالعز والوفا عاهد، غيرك للمسيرة ما حصل رائد. يدرس حالها الأمة ويحللها. ميدان العلم والفكر يشهد لك، عادل بالحكم ما حد عدل مثلك. أصلك من محمد يا نعم أصلك، وعزمك للعروش الخاوية يذلها. خل تسمع الصوت الهادر الأوغاد، أصحاب العروش الخاوية ببغداد. ساعة صفر إن موقت وميعاد، وذيك الساعة إيد الغادر نشلها. إيد التعبة بحق شعبي المظلوم، إلنا وياها صرخة ثار يوم بيوم. ذيك الساعة ما ينفع عتب لا لوم، والتعبة بشعبي ما نجاملها. وانت يا الحكيم العين لك دربي، تعود بالفرح يستقبلك شعبي. اكلين الكرامة يكللك ربي، وعلى ايدك معاني النصر يجعلها. ونرد نقول دار المهدي ما ننساه، دار ويانا عايش واحنا عشنا وياه. كل قطرة الجرت والسالت منتماه، كل قطرة بألف لازم نعادلها. هذا الدار يبقى خالد ويانا، واسم مهدي الحكيم يعيش بدمانه. بقلبنا انكتب دار المهدي عنوانه،
ليل نهار روح الدار يشغلها. أمتنا إلك خضعت إرادتها ومن واجبها تحتف بقيادتها. أم اللي تقدس شرف سادتها هاي الأمة حاشا الباري يخذلها. هاي الأمة ضحت بالعقيدة نفوس رجال وكتبت بدم الشهادة دروس. أمتنا عزيزة ما تهبط الروس تحكي وتحكي تحكي بدم هوية اللي يجادلها. هاي السفرة مصحوبة بوفا ودمة وغايتها تريد توحد الكلمة. يا من صرت موضع ثقتها الأمة يا تاج العزم خائد بواسلها. هاي الجاية بيها انضمنة الوحدة وبفضلك الناس أصبحت متحدة. بغير الوحدة ما تنزالها الشدة وبهالوحدة للغايات نوصلها. غايتنا نحرر داعنا الحرة وبدم الكرامة نفجر الثورة. ناس تمتلك همة ووفا وقدرة الدهر وجيوشها كلها ما تقابلها. هذول احنا نصيح الصوت عال الصوت. فرصتنا النصر والفرصة عيب تفوت والتملك كرامة ما تهابل الموت. وصفوف المجد توقف بأولها. ناس تمتلك قائد وفي وثائر ما ينحجب عنها الكوكب الزاهر. يل اسمك اشتق من جدك الباقر حكيم بحكمتك للناس تشملها. حكيم بحكمتك هالشمل يتوحد وكلها تصيح انت القائد الاوحد. بهالموقف عهدنا وياك يتجدد وحاشانا البنود العهد نهملها. احنا اللي حملنا الغربة والمأساة وهلنا هناك تحمل نايبة ولوعات. واليملك قلب صافي وكرامة وذات يبين محنته وللدول يسألها ليش عراقنا يحمل مرارة وجوع وليش الشعب بيدين الظلم مأسور وليش السلطة بيد الظالم المأجور وليش علينا جيشة كل جحافلها. انتفضنا بعزم يا محلى انتفاضتنا ومن شاف وترك بالفخر رايتنا بسيوف الغدر ذبحة وقضيتنا. واتحدت علينا هالدول كلها صدق صدام صدق هاي الدول صدام ما يعرفوه صدق هاي الدول صدام ما يعرفوه مولع بالحروب وظالم ومحتوم. ليش ان انتفاضتنا غدا ويحموه وقبلها بيوم هو اللي يقاتلها. مأساة الشعب هم يعرفوها. ليش بطغمة الظالم يسندوها. ما نريد القضيتنا يحلوها. احنا رجالها واحنا اللي بنحلها. احنا رجالها واحنا اللي بنحلها. بتكاتفنا نحل مجمل قضيتنا وقائدنا بيمينة تلو حرايتنا. سيدنا الحكيم وفخر أمتنا صبح رمز القضيتنا وكفو إلها. اهتف باسمك وواضح بترديدي اهلا بيك يا من شوفتك عيدي. اختم هالابيات وراح امد ايدي الك ويديك قبلها يا قائد الثوره ويا ممثلها. والسلام عليكم. مقالاتي بعض الابيات من شاهد للسيد ابو علي اخي ليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد وال محمد. وان كانت ديار الاغتراب فندعو الله يرزقنا مهابا لارض الخير زاكيه التراب. الى وادي الغري الى علي الى حمر المآذن والخباب لجنات النخيل لعذب ماء فذاك لذ من شهد الرضاب. لأرض الرافدين إلى مغان بطينتها يفور دم الشباب. وحق أبيك رحمة الله عليه وحق أبيك تقتلنا المنافي وقد صرنا نعيش على السراب ونسمع بالجياع وبالأيادي تقطع والسيوف على الرقاب.
وفي الأهوار للرحمن جند لكي تحمي العرين كأزدغابي وفي المنفى طرائق فرقتنا مصالح كل ذي ظفر ونابي متى تتوحد الأفعال منا إذا كنا على الخط الصواب وتلك إشارة للحر تكفي وفحواها بعنوان الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء أخواتي العزيزات مو شعرة يشرفنا في دار أهل البيت عليهم السلام أن يكون بيننا سماحة آيت الله المجاهد السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. نحن نرحب به وندعوه إلى توجيه كلمته لإخوانه العراقيين بالخصوص وإلى الأخوة المسلمين المتواجدين في هذا المكان وفي هذه المنطقة. ستكون إن شاء الله ستترجم الكلمة آنيا إلى الإنجليزي. Dear brothers and sisters, we are glad to have His Eminence, Samaha Ta'atullah, Mujahid Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim, the head of the Sheikh Muhammad Baqir al-Hakim, to take the stage. Aflaha man salaam. ما يلوقنا ما نرضى ترى غيرك اللي يحكمنا ها قائد انت القائد واحنا جنودك يا مولاي قائد انت القائد واحنا جنودك يا مولاي قائد انت القائد واحنا جنودك يا مولاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين والسلام على سيدنا مولانا صاحب الذكرى بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر أجل الله فرجه الشريف والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر والسلام على سادتي العلماء إخواني وأخواتي المؤمنين الكرام ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا كان بودي أن أتكلم باللغة الإنجليزية حيث أنها اللغة المشتركة لكم وبالتالي أختصر عليكم الوقت خصوصاً وأن الوقت قد تقدم وورائي السفر إلى لندن إذا سمح الله وسهل الله ذلك الأمر ولذلك أحاول أن أتكلم مقداراً ما قد يقصر وقد يطول للغة العربية ثم يتفضل العزيز الحاج البياتي حفظه الله تعالى والدكتور البياتي الحاجة الدكتور دعوت في الجمعين هما في ترجمة تعلق بشكل مختصر في البداية أتقدم بالتهنئة والتبريك لكل
السادة الأفاضل والسيدات الفضليات بمناسبة ذكرى مولد سيدنا مولانا صاحب الأمر، وكذلك أبارك للإخوة والأخوات الحاضرين في هذا المشروع الشريف الذي سمي باسم أهل البيت سلام الله عليهم، حيث كانت الدار هي دار أهل البيت. وفي هذه الليلة أحاول بشكل مختصر أن أشير أولاً إلى موضوع لعله يعتبر من أهم الموضوعات الإسلامية، هو موضوع الحذر من أطروحة أهل البيت سلام الله عليهم في الرسالة الإسلامية، حيث يبدو من خلال القرآن الكريم ومن خلال الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي تواتر بين المسلمين ورواه علماؤهم ومحدثوهم سواء في الكتب المعروفة الصحاح أو غيرها، يبدو من خلال كل ذلك أن من جملة خصائص الرسالة الإسلامية هو وجود هذه الأطروحة المباركة التي سماها القرآن الكريم بأهل البيت، كما هو الهدف من وراء هذه الأطروحة. في عقيدتنا نحن أتباع أهل البيت أن الهدف الأساس لهذه الأطروحة هو أن يستلم أهل البيت التجربة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليقودوها نحو التكامل ويصل بها إلى درجة الهدف المعلن لهذه الرسالة من خلال القرآن الكريم في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يستلمون التجربة ويسيرون بها نحو تكاملها المطلق حتى تمتلئ الأرض بالقسط والعدل بعد أن كانت قد امتلأت بالظلم والجور كما ورد في ذلك الحديث. هذا هو أحد الأهداف المعلنة، ويبدو من خلال الواقع التاريخي الذي مر بالإسلام مع قطع النظر عن مسألة البحث في الخلافة والإمامة بعد رسول الله أن هذا الهدف سوف يتحقق عندما يقوم صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجور، وهذا الأمر مما يجمع عليه المسلمون جميعا بدون خلاف في أن ولدا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه اسم رسول الله يلقب بالمهدي سوف يظهر في آخر الزمان ويقوم بهذه المهمة التي هي مهمة جميع الأنبياء، حيث يصل بالتجربة إلى أعلى درجاته. والهدف الثاني الذي يبدو من خلال الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتؤيده الكثير من الآيات الشريفة أيضاً، هو أن أهل البيت أريد لهم أن يكونوا مراجع للأمة الإسلامية في قضايا الفقه والعقيدة والشريعة، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث رواه المسلمون جميعا أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا،
ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا المضمون الذي تضمنه حديث الثقلين المتواتر في روايته عند جميع المسلمين جسده المسلمون في واقعهم أيضا، حيث وجدنا من خلال التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الراشدين الذين كانوا يواجهون المشكلات الجديدة في حياتهم بعد رسول الله كانوا يرجعون إلى علي عليه السلام عندما تشتد الأزمة. وقد عرف عن الخليفة الثاني أنه كان يقول مرات: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. وأيضا يثبت التاريخ لنا أن الصحابة بشكل عام وحتى معاوية الذي كان له موقف معادي إلى حد كبير مع علي عليه السلام كان يرجع إلى علي عند اشتداد الأزمة. ويبدو أيضا من خلال التاريخ أن هذه الحالة استمرت بالنسبة إلى مجموع المسلمين في مختلف عصورهم حتى زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي كان هو آخر أئمة الشهود والظهور. ونحن لا نريد الآن أن نفصل في هذا المجال، ولكن أشير إلى أن هناك 11 خط من الخطوط الرئيسية التي استنبطتها في محاولتي لإثبات هذا الموضوع تدل بشكل واضح على أن أهل البيت كانوا يحتلون هذا الموقع بين المسلمين. إذن فهذا هدف عظيم لأهل البيت سلام الله عليهم. والهدف الثالث الذي يمكن أن نراه من خلال تجربة الإسلام بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم أنهم كانوا يتحملون مسؤولية الدفاع عن العقيدة الإسلامية وبقائها واستمرارها وحفظها من الانحراف والضياع بسبب التقلبات التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية. وهناك أيضا شواهد كثيرة ذات دلالات خاصة هو أن الأمة الإسلامية في مجمل أوضاعها قد تعرضت إلى مشكلات أساسية ورئيسية أحصيت حتى الآن في محاولتي للكتابة عن أهل البيت 17 مشكلة تمثل أخطار وتهديدات تعرضت لها العقيدة الإسلامية في مجمل تاريخها. وكان دور الأساس لحفظ عقيدة الإسلام هم أهل البيت سلام الله عليهم. وأهل البيت في هذا المجال لم يكتفوا بالخطابة والحديث والمناقشة وتعليم الناس والعلماء، وإنما كانوا أيضا على استعداد دائم لأن يقدموا أغلى التضحيات في سبيل تحقيق هذا الهدف. وما تضحية الإمام الحسين عليه السلام وتضحية أهل بيته وأصحابه التي تعتبر أعظم وأروع تضحية عرفها التاريخ الإنساني في كل وجوده إلا أحد الشواهد البارزة على هذه الحقيقة، حيث واجه الإمام الحسين خطر تحول الحكم في الإسلام إلى حكم كسروي أو قيصري يكون الحاكم فيه يأخذ الحاكم فيه دور الإله في مجمل حركته. فكان على الحسين سلام الله عليه أن يقف تلك الوقفة ويحطم هذا النوع من الانحراف وترجع للأمة الإسلامية أصالتها وتصبح قادرة على مواصلة طريقها. وأيضا هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وبحث أنا ذكرته في مجموعة من المحاضرات تلخص أيضا هذا الأمر.
والموضوع والهدف الرابع الذي استهدفه أهل البيت سلام الله عليهم هو هدف حفظ وحدة الأمة الإسلامية وبقائها ووجودها واستمرارها. وقد ضحى أيضا في هذا المجال أهل البيت تضحيات عظيمة، حيث تعرضت وحدة الأمة إلى أخطار كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي، لعله من أوضح هذه الأخطار هي قضية تعدد القوميات وتعدد المجتمعات التي دخلت الإسلام، بحيث كان يمكن أن يتحول هذا التعدد سواء على مستوى القوميات أو المجتمعات إلى صراع وتناحر بين المسلمين يمزق الأمة الإسلامية ويجعلها تفقد وحدتها، كما حدث هذا الصراع في الأمة المسيحية وانقسمت بشكل أساسي إلى أقسام متعددة. وتختلف الآن الأمة المسيحية في قضايا أساسية ومركزية في قضاياها العقائدية، مع أن الأمة الإسلامية تمكنت من أن تحفظ وحدتها في مجمل مضمونها العقائدي والعبادي والفكري، وحتى في مجمل مضمونها السلوكي. فكتابها واحد، وقبلتها واحدة، وشعائرها الرئيسية هي شعائر واحدة، ومنهجها العام هو منهج واحد. قضية عالمية الإسلام وارتباط المسلمين بعضهم بالبعض الآخر أيضا قضية محورية ومركزية يقبلها جميع المسلمون. والأهم من كل ذلك، والذي نراه في مجتمعات المسلمين يتميزون به على غيرهم، هو أن المسلم عندما يجلس إلى جنب أخيه المسلم سواء كان عربيا أو أعجميا، وسواء كان أسود أو أبيض، أو كان صغيرا أو كبيرا، يشعر أحدهم بالحب للآخر وبالصلة للآخر، الأمر الذي لا نراه في المجتمعات الأوروبية، حيث يميزون بين الأسود والأبيض ويميزون في مجتمعاتهم، بحيث شنت بعض الدول الأوروبية كألمانيا النازية حروبا من أجل تأكيد قضية العرق والعامل العنصري. هذا الشيء لا نراه في مجتمعات المسلمين، نرى في مجتمعات المسلمين أن بعض السود قد بلغوا مراتب عالية في هذه المجتمعات وتسلموا الحكم. طبعا في منهج كان لأهل البيت سلام الله عليهم دور عظيم في استمراره وبقائه وتأصله في المجتمع الإسلامي. أيضا هناك مجموعة من القرائن واضحة تدلل على هذه الحقيقة. هذا هو أيضا الهدف الرابع. والهدف الخامس هو أن أهل البيت سلام الله عليهم قاموا بعمل عظيم وإنجاز عظيم في الأمة الإسلامية، هو إنجاز الجماعة الصالحة، حيث اهتموا ببناء جماعة في ضمن الأمة تكون قادرة على تأمين ضمان لحركة الأمة واستمرارها وبقائها وحياتها من خلال عمل عظيم ودقيق وممرمج كما يعبرون، يعني منهج بشكل دقيق، بحيث تصبح هذه الجماعة قادرة ليس فقط على البقاء بل قادرة على النمو والتطور بشكل مستمر، حتى تكون في مستقبل حياتها قادرة على أداء الدور الرسالي، وهو التمهيد لظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذه الأركان الأهداف الخمسة إذا أردنا أن ننزلها أيها الإخوة والأخوات إلى واقعنا الحاضر وننطلق فيها من هذه الدار الشريفة، دار أهل البيت سلام الله عليهم، بعض معالم هذه القضايا. أولا مسألة التجربة الإسلامية. نحن أيها الإخوة في هذا العصر يجب أن يكون أحد أهدافنا الأساسية هو أن نكون
أنصارا للتجربة الإسلامية، للدولة الإسلامية التي قامت في هذا العصر، وأعطت الإسلام دفعة في حركته. الإسلام هو الإسلام، مضمون هو المضمون، القرآن هو القرآن، العلماء هم العلماء، السنة هي السنة. ولكن بمجرد أن قام القيام الإسلامي في هذا العصر وجدنا أن تحولا عظيما قد حصل في الأمة الإسلامية، وجعلها أمة قادرة على أن تواجه الحضارة الغربية، ودخل الرعب والخوف في أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين من خلال وجود هذا الكيان، بحيث يشعرون أن هذا الكيان ليس فقط هو كيان قادر على أن يهدد مصالحهم في العالم الإسلامي، بل هو كيان قادر على أن يكسب شعوبهم المظلومة المحرومة في العالم الغربي أيضا. وهذا ما تشعر به القوى المتسلطة على عالمنا اليوم. نحن في مواقعنا ومراكزنا هذه يجب أن نأخذ هذا الهدف من أهداف أهل البيت، لنكون حقا من الموحدين لحصول التجربة الكاملة المتمثلة بتجربة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجوار. ثم نكون بعد ذلك في مثل هذه المراكز، مراكز ثقافة وتربية على الإسلام، وتعريف بالإسلام، بأخلاق الإسلام، بمفاهيم الإسلام، بعقائد الإسلام، بأحكام الإسلام، بكل التفاصيل ذات العلاقة بهذه الرسالة العظيمة الخاتمة التي نتحمل في هذا العصر مسؤوليتها أمام البشرية، البشرية المعذبة، البشرية الحائرة، البشرية الضالة، البشرية التي تنتظر المنقذ، وليس هذا المنقذ إلا هو رسالة الإسلام والإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. نحن يجب أيها الإخوة والأخوات أن نكون في مراكزنا مراكز للهداية وللإرشاد وللتعليم ولبث روح الإسلام وشعائر الإسلام وأحكام الإسلام. ثم بعد ذلك يجب أن نلتفت إلى الهدف الثالث، وهو الدفاع عن العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية من خلال ملاحظات بسيطة لاحظتها في مجمل حركتي هذه الأيام، وجدت أن هذه العقيدة الإسلامية تعرض إلى تهديد حقيقي من خلال الإعلام المكثف الذي تمارسه ما يعبر عنه بالإمبريالية الإعلامية، يعني الاستكبار الإعلامي، القنوات العالمية التي أوجدها الاستكبار العالمي من أجل غسل أدمغة المسلمين ومسخ شخصيتهم وتحويلهم إلى أمة أخرى، سواء في العالم الغربي هنا أو حتى في عالمنا. ما شاهدناه في العراق إنما هو من خلال العفارقة المجرمين، إنما هو عملية مسخ لهوية الإنسان المسلم في العراق في كل تفاصيلها وفي كل وجودها. وكان قيامنا ومواجهتنا واستعدادنا للتضحية والفداء في مواجهة هذه في مواجهة النظام ينطلق من هذه الوظيفة الشرعية. نحن واجهنا نظاما يريد أن يمسخ الإسلام في العراق، العراق الذي هو البلد الثاني من البلاد التي دخلت الإسلام بعد الجزيرة العربية، العراق الذي كان محبط وكان موضع العتبات المقدسة، أئمة أهل البيت، كان عاصمة الدولة الإسلامية، كان مركز العلم والهداية. العراق الذي كان له هذا الدور أراد صدام أن يمسخ شخصية العراق وشخصية الإنسان العراقي والإسلام في العراق. هذه القضية تفرض واجباً شرعياً على الإنسان المسلم في العراق أن يقاتل، حيث يجمع علماء الإسلام بدون فرق بين السنة والشيعة، وحتى بدون فرق بين الخطوط التي أحياناً تكون موجودة في ضمن كيان واحد، كل علماء الإسلام.
من يعبر عنهم بالثوريين أو اللي يعبر عنهم بالمحافظين، ويجمعون على مسألة شرعية، وهي أنه إذا تهددت بيضة الإسلام وتعرضت العقيدة الإسلامية للخطر فيجب على الإنسان المسلم أن يجاهد في هذه الحالة. ولذلك وجدنا أنه عندما تعرض العراق إلى الغزو الإنجليزي في الحرب العالمية الأولى وأيام حكومة العثمانية، وجدنا علماء الإسلام جميعا ومنهم علماء النجف الأشرف الشيعة منهم، والدولة العثمانية كانت دولة حنفية ومتعصبة أيضا، لكن مع ذلك باعتبار أن بيضة الإسلام كانت مهددة أفتى جميع العلماء سواء منهم من يتدخل في السياسة ومن لا يتدخل بوجوب الجهاد، وخرجوا بأنفسهم ومنهم الإمام الحكيم رضوان الله عليه، أو أرسلوا بأولادهم من أجل أن يقاتلوا الإنجليز لأن بيضة الإسلام كانت مهددة. إذن فهذه القضية من القضايا الأساسية التي يجب أن تبنى عليها مراكزنا، وهو قضية الدفاع عن عقيدة الإسلام والمحافظة على العقيدة الإسلامية. والهدف الرابع هو مسألة وحدة الجماعة الإسلامية، وحدة الأمة الإسلامية. أيها الإخوة، لا تعرفون الجاذبية الرائعة الموجودة في مجتمعاتكم. أنا أحدثكم بقضية بسيطة حدثت لنا في هذه السفرة. يوجد في من المرافقين لنا بعض الإنجليز الذين يقومون بالحراسة. هؤلاء طبعاً لم يدخلوا هذه الأماكن من قبل بمناسبة وجودهم معنا، دخلوا هذه الأماكن. كانوا يتحدثون مع بعض إخواننا الذين يرافقونا. كانوا يقولون عجيب. كنا نسمع عنكم إرهابيون، قتلة، متطرفون، وحوش. عجيب. أنتم هذا المجتمع الطاهر، المجتمع الطيب. أنتم في هذه العلاقات، هذه المحبة فيما بينكم. يتسابق بعضكم على البعض الآخر ليخدمه، ليقدم له العواطف، المحبة. هذه قضية بسيطة، لفتة بسيطة في هذه الحركة في هذه الأيام القليلة. لاحظوا العالم، هذا العالم يشكو من خواء، يشكو من خفرات في العلاقات، في المحبة، في المودة، في التراحم، في التناصر. أنتم يمكن من خلال هذه العلاقات أن تقدموا القدوة والأسوة، أو كما يعبرون النموذج الصالح للبشرية، بحيث تنقلها. إذا أقمتم علاقاتكم في ضمن مدرسة أهل البيت التي هي مدرسة في الإسلام، طبعاً لا توجد فرصة الآن أن أبين الخصائص في مجمل حالة الجماعة. أمس بينتها في مركز الفوجة الاثنى عشرية في لندن، ويتحدث عن هذا الموضوع. هناك مجموعة من الخصائص الأساسية، أنا أشير في هذا المجلس إلى خصيصة هناك لم أذكرها، هنا أرى من اللازم أن أشير إليها، هو قضية العلاقات بين الإخوة السنة والشيعة. أهل البيت سلام الله عليهم من خلال الحديث المروي عنهم، أنا كتبت كتاب يمكن للإخوة أن يراجعوه، اسمه الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين، يعني في من منظور القرآن الكريم ومنظور العترة الطاهرة أهل البيت سلام الله عليهم. وبينت شرحت في هذه النظرية وهذه الفكرة، أهل البيت اهتموا فيما اهتموا به من أجل حفظ الأمة الإسلامية ووحدتها، هو أن تكون هناك علاقات بين أبناء المسلمين على اختلاف مذاهبهم. فمثلاً فرض جوت الروايات أنهم كانوا يأمرون شيعتهم في أن يذهبوا لصلاة الجماعة. هذه القضية بعض الناس قد يفترض أنها قضية تقية، خوف، لا، الإنسان يمكن أن يبقى في بيته ويصلي ولا يلتفت إليه أحد. ولم يكتفوا أهل البيت بأن يأمروا شيعتهم ويحثوهم على حضور صلاة الجماعة، حتى أنهم قالوا لهم احضروا في الصف الأول من الجماعة. ثم لم يكتفوا بذلك، حتى قالوا لهم إن المصلي معهم في الصف الأول كالمصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد
لاحظوا أيها الأخوة هذا التأكيد بهذا الشكل، طبعاً روايات عديدة في هذا الموضوع، هذا التأكيد بهذا الشكل لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحمل على قضية الخوف. وأيضاً نجدهم في مجمل الحالة الاجتماعية كانوا يتحدثون بهذه اللغة. زوروا مرضاهم، عودوا مرضاهم، زوروا جماعاتهم، كونوا موضع الأمانات لهم. مثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون مجرد قضية خوف، وإنما قضية علاقة. الإنسان الذي يتحول في علاقته إلى موضع الأمانة، بحيث يقول الإمام الصادق لشيعته أنكم يجب أن تتصرفون مع الناس تصرفاً بحيث لو كان في القرية 10,000 شخص لكان الفرد منكم هو الفرد المتميز بين هؤلاء 10,000، وكان موضع الثقة لكل هؤلاء الناس. هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال علاقات مودة ومحبة وتعاضد وتعاون وتناصر حتى يمكن أن يكون له هذا الموضع. روايات عديدة كثيرة أنا تعرضت لها، أشرت لها في هذا الكتاب، وسوف أوفق إن شاء الله بعون تعالى أن أصدر كتابا اسمه الجماعة الصالحة، أبين فيها هذه النظرية بكل تفاصيلها إذا وفقني الله سبحانه وتعالى لذلك في الوقت القريب إن شاء الله. هذا الموضوع الواقع أيضا من الموضوعات المهمة في مثل هذه المراكز، لأنه أنتم الآن مبتلون. نحن مثلا قد يكون في بلد من بلادنا لا نبتلي بقوم غير قومنا، أو بلغة غير لغتنا، أو بمذهب غير مذهبنا، قد لا نبتلي وقد نبتلي، لكن بشكل عام قد لا يبتلي الإنسان. أما هنا حتما الإنسان في هذه البيئة يبتلي بذلك، يرى الأقوام من أماكن متعددة، اللغات متعددة، الأدوار متعددة، الأسنان والطبقات والمستويات الثقافية متعددة، المذاهب متعددة لا غير ذلك. وبالتالي من أجل أن يكون المجتمع مجتمعاً صالحاً نحتاج أن نقيم هذا المجتمع على أساس صالح، تكون قضية العلاقات قضية أساسية ورئيسية فيه، كما يقول القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو مجتمع الإيمان، أولئك سيرحمه الله، هنا تنزل الرحمة، هنا يتمكن هذا المجتمع من أن يحقق أهدافه وأغراضه. هذه الأهداف التي أشار إليها أهل البيت سلام الله عليهم في مجمل حركتهم نحتاجها في مثل هذه المراكز الشريفة التي ننسبها إلى أهل البيت سلام الله عليهم. ونحن نعمل أن يكون هذا المركز الشريف إن شاء الله من هذه المراكز، ونبارك للإخوة الأعزاء حفظهم الله تعالى خصوصا في هذا البلد الشريف، إقاء في هذا البلد البعيد الغريب، أن تكون في هذه المؤسسة الشريفة المنسوبة لأهل البيت. وأبارك لسماحة الشيخ أبو سجاد حفظه الله تعالى هذا الأمر، ولأخينا أبو زيد هذا الأمر، ولكل هذه الجماعة الصالحة المؤمنة المتواجدة في هذا البلد هذا الأمر. هذا مركز هداية ومركز نور. بعد هذا الحديث طبعا نحن أشرنا في حديثنا بشيء ما إلى العراق. العراق حديثه واسع وكثير، وأنا أحول بقية الإخوة من غير العراقيين عن العراقيين. كل واحد من الإخوة العراقيين عنده قصة، إذا يكفي أن ينقل قصة من أجل أن يعبر عن ما يجري في العراق. واقعاً يعني شيء لا يمكن أن يوصف ما يجري في العراق. عراق أهل البيت سلام الله عليهم، هذا العراق الذي بني على حب أهل البيت سلام الله عليهم. بشكل عام العراق يحب أهل البيت ومراقد أهل البيت، حتى مراقد أهل البيت المنتسبين لأهل البيت من غير أتباع أهل البيت. مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا ينتسب إلى أهل البيت، وتراهم موضع تقدير واحترام، أو السيد الرفاعي أو غيره. يعني العراق بني على هذا الارتباط لأهل البيت سلام الله عليهم. هذا العراق واجه مثل هذه المشكلات العويصة التي يراد الآن أن تخرب كل بنيته التحتية في الأخلاق، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقات،
يراد تخريبه بشكل كامل بحيث لا يبقى له شيء. وكل ذلك يصنعه صدام في معزن عن العالم وفي سكوت مطبق من العالم الغربي. العالم الغربي منع صدام وحق أن يمنعه أيضا من ارتكاب العدوان تجاه الكويت أو تجاه البلاد الأخرى المجاورة. لكن ما هو ذنب شعب العراق أن يعطى صدام الإمكانات والقدرات ويعطى له الإجازات والرخص في أن يقضي على العراق وأن يدمر شعب العراق؟ أليس هؤلاء ناس؟ أليس هؤلاء بشر؟ أليس هؤلاء ضمن هذا العالم المتحضر؟ لماذا لا يسمح لصدام أن يفتك بالشعوب المجاورة؟ طبعا هذا أمر حق، لكن كيف يصح أن يسمح لصدام أن يفتك بشعب العراق؟ ما هو ذنب هذا الشعب أن يصنع فيه صدام هذا الصنع؟ كل ذلك يجري في سكوت مطبق من العالم. أنا أكتفي بهذه الإشارة وأدعوكم إلى نصرة الشعب العراقي، إلى أن يكون لكم دور في نصرة الشعب، في أن لا تنسوا أهلكم أيها العراقيون، ثم أيها المسلمون لا تنسوا إخوانكم من أهل العراق، ليفكر كل واحد منكم ولو بعمل بسيط، ولو بدعاء يدعوه في صلاته، يدعوه للعراقيين بالفرج إذا لم يكن يتمكن على إلا على الدعاء. هناك فرص كثيرة لإغاثة هذا الشعب، عليكم أن تهتموا بها وتتوجهوا إليها. وأكتفي بهذا القدر من الحديث، لأنه قد تكون هناك بعض المسائل يمكن أن نتحدث بها من خلال الأسئلة التي قيل أنه لا بد أن تعطي وقتا لها، لأن الإخوة لديهم أسئلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. صادق يا سيدنا، أنت القائد المقدام، استورثت العلم والحكمة من أجدادك الأعلام، ومن هيبة كلامك يرتجف صدام، وبلومه يشوفك من يريد ينام. وجايك السيد يا صديم، جايك السيد يا صديم، جايك السيد يا صديم. طبعاً ملاحظة أقولها وشكر أيضاً أقولها، أولاً شكر لهذه العواطي والمودة والمحبة والمشاعر من قبل كل الإخوة الأعزاء في هذا المكان، وأيضاً من قبل الإخوة الذين قرأوا الشعر جزاهم الله خير الجزاء. ولكن واقعاً أنا أشعر بخجل، وقد يتطور هذا الخجل أحياناً إلى شيء آخر أشد من الخجل عندما أسمع هذا الكلام في حقي. أنا أسحب أيها الأخوة الأعزاء، واقعاً إذا كنت أصل إلى درجة في أن أكون خادم لخدام الإسلام ومدافع عن المظلومين وجندي من جنود الله، فهذا هو أعظم شرف يمكن أن أحصل عليه عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الآمال الشريفة لأهل العراق والمسلمين جميعا. ولكن مع ذلك هؤلاء الأخوة الأعزاء، هو هذا لطف من عدوم وفضل أن يتحدثوا عني بهذا الحديث، جزاهم الله خير الجزاء، وتقبل الله سبحانه وتعالى منهم نياتهم هذه ووفقهم للأعمال الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، السلام على شهداء الإسلام، السلام على سادة العلماء إخواني وأخواني. Dear brothers and sisters, Allah says إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. I wish if I could speak to you in English, which is the joint language, but I'm sorry I couldn't do that. I will be as short as possible. First of all, I would like to congratulate all our brothers and sisters on the birthday of Maulana Sahib al-Zaman. And I would like to congratulate our brothers and sisters for this Islamic center, which named
افتر اهل البيت دار اهل البيت. When we talk about Iraq, it's a very big issue. And I would like our brothers, Iraqi brothers, to tell other people about the problem we are facing, because each Iraqi has got a story. Iraq, which was built on the love of Ahlul Bayt, which has got holy places like A'imma Salamullahi Alayhim, Sheikh Abdul Qadir Al-Gaylani, and As-Sayyid al-Rifa'i, all those holy people who might belong to Ahlul Bayt, although they don't follow their school. Now, Iraq being destroyed completely is the infrastructure which has been destroyed, economic, social. Saddam is destroying Iraq from each side of it, if there is any. لا لا بل شبهي والله شبهي خلينا لهم سماحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحب أن نذكر الإخوة والأخوات أنه إذا كان في فكرهم سؤال لسماحة السيد يمكن طرحه من خلال ورقة أو التقدم إلى الميكروفون الموجود في وسط القاعة لطرح السؤال شفهيا. أرجاء رفع اليد لكي يتسنى لنا. هنالك سؤالين طرحوا فإذا تفضلون. يقول السيد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا أريد أن أخذ من وقتك الثمين على الغرب، يودنا أن تبقى هنا ليالي وأيام، لكن مولاي العزيز أود أن أؤكد لك حول قضية إخواني الذين يقطنون صحراء نجد، أود أن أعرف ما هو مصيرهم لأنني على اتصال معهم وهذه أمانة يحملها كل مسلم، أرجو من الله ولكم أرجو من الله لكم ولنا التوفيق. سيدنا السؤال على صحراء نجد اقصد اعتقد ربحا ما هو مصيرهم؟ مصيرهم من اي حول مصير اللاجئين في صحراء الاعلام. يعني الان وعود كثيره الحقيقه، وانا من اجيت هناك كنت اطلقت ابواب كثيره سواء كان من الاسلاميه او غير الاسلاميه لحثهم حول وشرح لهم قضيه اللاجئين في السعوديه تحت رقاب خليفه معاويه في الارض والكل يعرف. فحاولت ان اشرح لهم مظلوميه اللاجئين، ولكن للاسف الشديد لم احصل الا على الوعود الكاذبه من اخواني سواء كانوا اسلاميين او غير اسلاميين ولحد الان. فاريد اطرح الى سماحتكم في اي موضوع الوعود اللي وعدوك، مش وعدوك حتى صار كاذبه او صادقه. الوعود اولا نشرها في الاعلام هاي لحد الان يعني حصلت على كثير. ثانيا اقامه مظاهره او احتجاج امام الامم المتحده او امام السفاره السعوديه او لتعريفهم، كل هاي ما تمثل بس اعطونا بها وعود للاسف ما حصلت. الاخوه هناك يعني يواجهون بعض الصعوبات، بعد الان بعضهم قاعد يسافر الى الخارج، وبعضهم ايضا احتمال ينقلون الى ايران، ذهب وقت اسبوع يعني على اساس انه ينقل بعضهم، ومستحسن يصير يعني تحرك معقول لتوضيح قضيتهم ببيان هذا الامر للحكومه السعوديه للسفاره السعوديه بشكل جيد. سماحة السيد الحكيم حفظه الله، واضح مما ذكرتم إجماع الأمة على كتاب الله وأهل البيت، فلماذا نتمسك بهذه التسميات التي تفرقنا إلى سنة وشيعة وغير ذلك، ولا نلتزم بتسمية الله لنا وهي المسلمين؟
ثم ألا يمكن لكل مسلم مؤمن أن يكون من أهل البيت؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وآله سلمان الفارسي حيث قال: سلمان منا أهل البيت. فأهل البيت هم أهل الإيمان والقرآن، ومن واجبهم جميعا الجهاد في سبيل الله. طبعا تسمية أهل البيت من التسميات القرآنية، يعني هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية التي طرحت في القرآن الكريم، وقد قرأت الآية الكريمة التي أجمع المفسرون على أن المقصود منها هو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن هناك روايات كثيرة تؤكد على أن الرسول كان يطبق هذا المفهوم على هؤلاء الجماعة. هو مفهوم قرآني، ولا شك أنه في الأوضاع العامة للمسلمين أنه توجد عندنا مذاهب. فهناك نظريتان في موضوع المذاهب، أنا سبحان أنا رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب أيضا، يعني هناك نظريتان في ما يتعلق بموضوع المذاهب. نظرية تقول أن المذاهب لا يمكن إلغائها من حياة المسلمين، وإنما يمكن الاعتراف بحقيقتها كحقيقة قائمة والتقريب فيما بينها، وسحب فتائل التوتر أو الاتهامات أو حالة العدوان بين بعض البعض الآخر، وإبراز قضايا المشتركة فيما بين هذه المذاهب من أجل إيجاد حالة من التقريب فيما بينها. هذا رأي هكذا يقول. رأي آخر يقول بأن المذاهب نحتاج إلى إسلام بلا مذاهب، حتى أن ألف بعضهم كتاب إسلام بلا مذاهب، يعني إلغاء المذاهب وعدم الالتزام بأي مذهب من المذاهب. طبعاً هذا الموضوع من الأبحاث العلمية، رأيي الشخصي طبعاً مع الرأي الأول، يعني لا يمكن من الناحية الواقعية الخارجية إلغاء المذاهب، حتى لو طرحنا هذا الأمر الناس المسلمين لا يقبلون إلغاء مذاهبهم. فإذا طرحنا هذا الأمر فسوف يكون عندنا مذهب جديد، يعني نضيف للمذاهب الموجودة أيضاً مذهب جديد نسميه إسلام بلا مذاهب، ما راح يعني حل المشكلة هذا الموضوع. وبالتالي فهناك حقيقة، يعني بعض الناس يرتبط من المسلمين يرتبط بمذهب أهل البيت، يعني يأخذ الفقه والشريعة والعلم والدين والعقيدة عن طريقهم، وبعض المسلمين يأخذ هذا الشيء عن طريق آخر غير طريقهم. هذه حقيقة قائمة في الخارج، فهذه التسمية لم نصنعها نحن ولا يمكن نتجاوزها باعتبار أنها حقيقة قائمة بالخارج. ولذلك بتصوري أن الشيء الصحيح هو أن هذه الحقائق القائمة بالخارج، بدلا نغض النظر عنها ونتجاوزها مع انها حقائق والها يعني اصل في بين المسلمين، ان نحاول التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهم في مواقفهم في قضاياهم في امورهم. اما ان يمكن اطلاق اهل البيت على كل اهل الايمان كما جاء في السؤال، هذا شيء غير صحيح، لان الحديث الذي اشار اليه هو بنفسه يدل على عدم صحه هذا الامر. يعني سلمان انما قيل هذا الكلام قيل لسلمان ولم يقل لجميع المسلمين، ولم يكن هناك اختصاص لسلمان في قول النبي صلى الله عليه واله سلمان منا اهل البيت. هذا الامر عندما جاءت العشائر تنتسب بعضهم من البعض الاخر، النبي صلى الله عليه واله قال انه سلمان منا اهل البيت، باعتبار شخصيه سلمان وكمال سلمان نسبه رسول الله صلى الله عليه واله البيت. وهذا موجود ايضا في روايات ائمه اهل البيت، اهل البيت ايضا يخاطبون أتباعهم الذين يلتزمون بالإسلام، يعني وخصائص الإسلام يقولون لهم أنتم منا، يعني الإنسان الذي يتكامل في مضمونه أيضا يصبح هو من أهل البيت تنزيلا في معناه، يصبح من أهل البيت. وبالتالي حتى يتعجب هذا الشخص اللي يخاطب قل نحن منكم، قل نعم أنتم منا والله أنتم منا، باعتبار خصوصية الالتزام. يعني هذا الشيء يؤكد قضية وهو أن الانتساب لأهل البيت سلام الله عليهم إنما يكون لا بالنسب فقط وحسب، وإنما الانتساب يمكن أن يكون بالالتزام بمضمون الإسلام الصحيح الذي التزم به أهل البيت سلام الله عليهم فيكون منهم. وهكذا الالتزام بالإسلام، الالتزام بالإسلام ليس مجرد تسمية بالإسلام، وإنما يكون الإنسان من المسلمين حقا عندما يلتزم حقا بالإسلام ويقوم به عملا، ويكون عندئذ أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين
آمنوا، يعني هؤلاء يكون أولى، هؤلاء المتبعين هناك الملتزمين بالنبي وبأهل البيت من الآخرين الذين لا يلتزمون. Microphone is there. Can I just, there's a question before that. If you prefer yourself to the microphone until the Sayyid address this question. The question is in English. It asks, can you tell us why this country, in this country, the Iraqi people are afraid or not doing enough to stop the slaughtering of the Iraqi people, which we hear and read about every day? The Iraqi people must press the British government to do something now to stop the genocide. How can we help living in Britain? السؤال بالعربي يقول ممكن أن تخبرنا لماذا العراقيين في هذا البلد يخافون من طرح من الدفاع عن مسألة العراق والقتل فيها التي نسمع عنه في الأخبار والجرائد كل يوم. العراقيين في هذا البلد يجب أن يضغطوا على الحكومة البريطانية لوقف هذا القتل الجماعي. كيف يمكن ونحن في هذا البلد أن نساعد الشعب العراقي؟ أما بالنسبة إلى خوف العراقيين فهذه القضية على كل حال عالجتها في زيارتي لمانشستر. هناك ذكرت بأن النظام العراقي هو نظام فريد في معاملته للعراقيين، ذلك أنه لا يؤاخذ العراقي الذي يعارض النظام ويقاوم النظام وحده، بل يؤاخذ أهله ومتعلقيه حتى أحيانا الدرجة الثالثة أو الرابعة من المتعلقين، يعني الأب والأخ و ابن العام احيانا والصهر وما اشبه ذلك. فبعض الناس قد يكون عنده استعداد لان يضحي بنفسه لكن لا يوجد عنده استعداد لان يضحي بعائلته واهله. ولذلك بعض الناس يتخوف من التصدي بهذا من هذه الناحيه. وهذا المثل الذي امامكم الان يتحدث هو احد الناس الذين تعرضوا. انا في البدايه ايضا طرح علي هذا الخوف وقلت ان وظيفتي الشرعيه ان اتصدى، فكان مسك النظام بكل العائلة أكثر من 90 شخص وقتل منهم حتى الآن 20 شخص بعنوان رهائن، يعني هؤلاء لم يكن لهم أي عمل إلا أنهم لم يتعاملوا مع النظام وأخذوا بعنوان رهينة وقتلوا دفعة بعد أخرى. أقول بعض الناس لا يتحمل هذا الأمر ويخاف من هذه الناحية. أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي ذكره فهو اقتراح جيد، يعني يمكن أن تتصور أحد الأمور النصرة التي أشرت إليها في حديثي هو هذا الأمر، أنه العراقيون ليأخذوا هذا الأسلوب، أسلوب كتابة الرسائل، مخاطبة الجهات الموجودة، حتى بعض العراقيين الآن حصلوا على الجنسية البريطانية، هم بالتالي من المواطنين في هذا البلد، يمكن أن يضغطوا على النواب الذين ينتخبونهم، يمكن أن يمارسوا ألوان من الضغط كما يصنع الآخرون. يمكن أن يشجعوا من يقف إلى جانب قضيتهم، يعني بعض الناس يقف إلى جانب قضيتهم لا يجد تشجيع العراقيين لو كانوا يهتمون في هذا التشجيع ينشطون هذه الحالة. أما كيف يمكنكم أن تساعدونا؟ هناك أشياء كثيرة يمكن أن تساعدونا فيها. أولاً إيصال صوتنا إلى العالم، إلى الرأي العام العالمي، إلى الصحافة، إلى القوى السياسية سواء كانت القوى الممثلة للشعب أو الحكومات الموجودة. وثانيا يمكنكم أن تشكلوا اللجان في أوساطكم. أنا مثلا أقترح على الإخوة واقعا الفوجة الاثنا عشرية أن يشكلوا لجنة في أوساطهم يكون دورها نصرة الشعب العراقي سواء على مستوى التحرك السياسي أو الإنساني أو جمع الأموال والتبرعات لمساعدة الضعفاء والمحتاجين والمهجرين أو غير ذلك من الأعمال. يمكن الكثير من الاعمال ان يقوم بها هؤلاء الاخوه كما يمكن الاخوه العراقيين ايضا ان يقوموا بها الاعمال. Regarding the first question, which is the fear of Iraqis from the regime and not working against it publicly, I addressed this subject during my visit to Manchester and I mentioned that
Iraqi regime is unique in its way of oppression, oppressing Iraqi people. In Iraq, if somebody stand against the government, not only him who might be prosecuted, arrested, and killed. His family up to third grade. His brother, his sister, his cousin, even his brother or father-in-law might be arrested. And people are not ready, if they are ready to sacrifice themselves, they are not ready sometimes to sacrifice their families. And the right. And some people prefer to be silent, but now it became worse. The situation became worse inside Iraq. Everybody was under the threat of being prosecuted by the regime. And the good example of that is me. When I start to struggle against the regime, they ask me to stop, and they try to horrify me. I insist on continue. They arrested the whole family, and they killed 20 of them as hostages. They still keep some of them as hostages. And not everybody can tolerate such a price and such a sacrifice. Regarding the other suggestion, which is supporting Iraqi case, it is a very important, good suggestion, very important suggestion. And Iraqis should write letters to the government, to the MPs. Some of them now British citizens, they can put pressure on their MPs. And this will really encourage others who stand beside them. Regarding the third point, how you can help us, there's so many things you can help us with. To try to tell the world, the international community, about our problems, talk to the governments, to the MPs, member of parliament about this. You can establish committees to support Iraqi people. And I suggest to brothers and the Khoja Ethna Ashariya to establish some of these committees, and even for Iraqis to establish such committees to support Iraqi people. Thank you. Please, could you? I have a question about the people of Iraq, you know, especially the Shia brothers and sisters. First of all, those who are in Iran at the moment, okay, what is their position? Do they need any help from us? And secondly, those who are in Iraq at the moment, how can we ensure that the help that we are going to give them, or you are able to, so are you able to ensure that it sort of reaches the right people? Are you in communication with the people there? Also, are you in contact with the ulama there? In particularly, Ayatollah al-Ulama Sayyid Ali Sistani, are you in touch with him? How can you ensure that the help will reach them? Ahsan. فيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها الأخ العزيز، يمكن أن أقول نعم أن الإخوة العراقيين الموجودين في إيران أو الموجودين في داخل العراق بحاجة إلى هذه المساعدة. أما بالنسبة للإخوة الموجودين في إيران فيمكن أن تتم مساعدتهم عن طريق زيارة، القيام بزيارات لهم وتقديم هذه المساعدة بشكل مباشر عن طريق هيئة ترسل أو شخص، أو عن طريق الجهات التي تتولى أعمال المساعدة، والمجلس الأعلى أيضا يمكن أن يقوم بهذا الأمر إذا طلب منه ذلك. وبالنسبة إلى الإخوة العراقيين الموجودين في الداخل فنحن لدينا صلات بهم، ويمكن أيضا إيصال المساعدات لهم، كما أنه إذا وجدتم أشخاص لهم صلات وتثقون بهم أيضا يمكن أن تدفعون هذه المساعدات لهم من أجل إيصالها. وبطبيعة الحال يوجد لدينا ارتباط بجميع العلماء الموجودين في النجم الأشرف. Regarding Iraqis in Iran, yes, they are in need of help. The way you can give them this help by visiting Iraqis in Iran, giving them the aid directly or through some humanitarian organization which work there. The Supreme Council of Islamic Revolution can give this if it was asked to do so.
regarding Iraqis inside Iraq, we have direct contact with them. We can send them some aid. And if you find some people who might have some contacts inside Iraq, those who you can trust, then you can give them such kind of aid. And we have contacts with all ulama in Najd. هذا سؤال أرجو من سماحتكم توضيح هدف زيارتكم والمشروع الذي تنادون به وما هي النظرة المستقبلية في الوقت القريب وتقييمكم للمرحلة الراهنة التي تمر بها القضية العراقية والمعارضة وهل لديكم مشروع لتحريك الساحة باتجاه هدفها المركزي بإسقاط النظام وكذلك سمعنا عن لقاءات يمكن أن تجريها مع المسؤولين في بريطانيا كذلك نسأل ما هو مقدار تأثير الاقتتال المؤسف بين الأكراد على مشروع تحدثت عن الصحف المعارضة الإسلامية للتحرك في شمال العراق. طبعا هذه الأسئلة يعني أسئلة جديرة مصابة بالاهتمام وأسئلة جيدة والأخ أيضا اللي طرحها يعني يبدو أنه بحاجة إلى أن يعرف هذه الصورة. أنا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل كامل في لندن في عدة محاضرات. ويمكن للأخ العزيز أن يحصل على يعني الأشرطة ذات العلاقة بهذا الموضوع أو سمعتم بالمجلس أيضاً لديهم نية أن يلخصوا هذه الموضوعات ويطرحوها في ضمن الكراس على كل الحديث في جواب هذه الأسئلة يحتاج إلى وقت طويل والإخوة الأعزاء هكذا أقدر بأن وقتهم ما يسع هذا الوقت الطويل خصوصاً عند الرجوع إلى لندن طبعاً الاختتام في الشمال مؤسف جداً وبالنسبة إلى الأسئلة التي طرحها موضوع المشروع لدينا مشروع موضوع الصورة للمستقبل العراق لدينا هذه الصورة موضوع اللقاء بالمسؤولين البريطانيين طلب من عند منا اللقاء بالمسؤولين البريطانيين نحن لم نقبل رفضنا اللقاء بالمسؤولين الإيرانيين البريطانيين عفوا والتقينا بأوساط تمثل الشعب البريطاني في أوساط برلمانية وهيئات ذات علاقة بالأعمال أعمال حقوق الإنسان والإغاثة وما أشبه ذلك وأما بالنسبة للمسؤولين البريطانيين فنحن رأينا أن الأفضل عدم اللقاء بهم في هذه الزيارة والهدف العام من الزيارة هو تفقد الإخوة العراقيين حفظهم الله تعالى والحديث معهم وطرح تصوراتنا في أوساطهم بالإضافة إلى تعبئة الرأي العام لنصرة الشعب العراقي بالقدر الذي يتيسر لنا. نشكر سماحة عبد الله المجاهد السيد محمد باقر الحكيم على إعطاء هذا الوقت الثمين لنا لإسماعنا ما قاله لنا وكذلك الإجابة على أسئلتنا. نرجو من الله العلي القدير أن يرزقنا رؤيته أخرى في عراقنا الحبيب إن شاء الله. وأنا أيضا أشكركم شكرا جزيلا على إتاحتكم هذه الفرصة واستماعنا أيضا لهذه البرامج الجيدة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدار دار الإسلام ودار أهل البيت سلام الله عليهم ودار نصرة المسلمين و أن تكون إن شاء الله مكان لخدمة الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير الجزاء رب أعمالكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام. Can I request all brothers and sisters to remain seated for the time being, please? Dinner will be served. Inshallah, if you have patience. Tonight I have two announcements to make. Could we?